الفيزيو، الفيزيو حتلاقوه موجود عندكم هون، هي الشاشة مبينة صح شباب؟ حتلاقوا عندكم هون بالكلاس ماتيريال نزلت لكم اياه هيو، اللي هو introduction to physio. اوكي مش طويل، ويعني هو اوكي 11 صفحة بالاول حتحسوا انه كتير، بس انا فتحة اصلا هون، خلينا نشوف هون احسن. هيو حتلاقوا كله صور تمام، والصور كلها بتعطيكم يعني indication انه كيف الاشياء، يعني مثلا كيف الشغلات احنا استخدمناها وين موجودة. هلا في شغلات انا حعمل سكيب عنها، حقلكم انه هاي مش حتدخل معكم في الامتحان تمام، عشان اعطيكم بس الشغلات المهمه. اوكي طيب، فخلينا نبدا اذا بالفيديو. بعثت لكم انا زي ما قلنا الرابط، فاذا بدك تفوت على الرابط من هون من البوست هيو، حتروح على هاي الرابط هون يس تمام، فحتلاقي عندك حيفتح الرابط زي هيك، حتلاقي عندك تو فولدرز، الفيزيو 2010 وحتلاقي الفوتوشوب، بتنزلوهم الاثنين. هلا الفيزيو لما تفوت عليه، لما تنزله بدك تنفذ السيت اب علشان ينزل لك البرنامج. اوكي بتعمل دبل كليك على السيت اب بيعمل انستوليشن كامل. بس الفوتوشوب هو بورتبل. شو يعني بورتبل؟ ما بيحتاج انستوليشن، مجرد ما تنزل الفوتوشوب تنزل الفولدر كاملا، تيجي على الاي اكس اي هنا على طول حيشتغل معك الفوتوشوب، مش من غير ما تعمل installation. بس طبعا يعني انت بتحتاج للابتوب عشان تشتغل عليه. طيب خلينا نشوف الفيزيو بدنا نشتغل عليه. الفيزيو طبعا بينزل عندك لما يعمل installation، حتلاقيه عندك على الجهاز فيزيو 2010. اوكي هتيجي تقول هو شو هو الفيزيو بالضبط، من وين جاي، يعني ليش اسمه فيزيو؟ الفيزيو اختصار جاي من فيجن، فهو فعليا هو طريقه علشان انت تمثل بياناتك، تمثل معلومات معينة للشخص اللي قدامك، الأودينس اللي بده يحضر، بطريقة إيش؟ طريقة فيجوال، بطريقة مرئية، بطريقة أوضح تقدر توضح فيها المعلومة اللي بدك إياها. طبعاً هون لاحظ أول ما أنا فتحت الفيزيو بتلاحظ إنه هنا إيش؟ بيشبه نوعاً ما الإكسل والأكسس كمنظر، يعني مش كأوردرز أو مش ككوماندز، بس الفكرة لأنه هو تابع لمايكروسوفت، فأكيد حيكون شكله بيشبه الأبليكيشن تبعت المايكروسوفت. أوكي؟ طيب هلا احنا اللي حنستخدمه، طبعا لاحظ هنا لما تعمل نيو، تعمل نيو فايل للفيديو هتلاقي عندك تمبلتس كتير، كيف لما حكينا عن الوورد، عن السي في تمبلتس الموجوده في الوورد، هون في عندنا تمبلتس كتير للاشكال اللي انت بتقدر تعملها. حنشوف حورجيكم انا شغلات، بس انه يعني انت بتقدر تعمل شيء اسمه فلو تشارت اللي هو حنشتغله احنا، هتقدر تتعامل مع دايجرامز. اوكي تحط اشكال معينه، تقدر تعمل organization chart اللي هي هيكلية مثلا لشركة تمام، يعني هاي كلها بتقدر تعمل network لطلاب الاي تي، software and database تقدر تعمل ERD هنا لطلاب الاي تي again، يعني في كتير شغلات لها دخل بالهندسة، ما بعرف اذا بين هنا انه هنا في دائرة كهربائية او كذا. الفكرة بدي اوصلكم اياها انه حتى هنا maps and floor plans هذا لطلاب المعماري، تقدر من هون انت تصمم إشي بسيط، طبعا اكيد مش حتكون شغله دقيقه زي البرمجيات اللي انتم بتستخدموها، بس من هون انت بتقدر تعمل تخطيط لجوا بيت او كذا. الفكره انه في يعني هذا الفيديو ممكن انت تستفيد منه بشغلات كتير. احنا حناخذ السمبل ابسط إشي اللي هو الفلو تشارت، فلما نعمل نيو فايل دائما حستخدم هذا بيسك فلو تشارت تمام، فبختاره وباجي بعمل كرييت، بيطلع عندي الشاشه زي هيك. الشاشة هاي هي الوركينج اريا، انا هون شغلي حيكون، وهون على الشمال هذا بيظهر عندي شيء اسمه ستنسلز. ستنسلز هون بمعنى اللي هي هلا ما بعرف شو معناها الحرفي، بس هون كانها زي ما تحكي يعني كانه صندوق بيحتوي على تولز. اوكي فانا عندي هون عدة ستنسلز، في ستنسلز خاصة بهاي اسمها بيسك فلو تشارت، فتحتوي على الاشكال الخاصة بالبيسك فلو تشارت. في عندي ستنسل اسمها مثلا كويك شيب، لو كبست عليها تعطيني ايش الكويك شيب اللي انا ممكن اتعامل معها. اوكي في عندي على سبيل المثال مور شيبس، هون في عندي هون مور ستنسلز، هاي اللي حكيت لكم عنها، يعني حبيت اروح على الانجينيرنج في عندي شغلات خاصه، لاحظ كل هذا بالالكتريكال انجينيرنج، هذا بالهندسه الميكانيكيه، حبيت للعماره مثلا ايش قلنا احنا
العمارة هون maps and floor plans. أوكي فهنا كلها أشكال أنت بتقدر تضيفها أوكي وتستخدمها. يعني هون مثلا عندنا let's say البيسك شيء إحنا نستخدم هلا اللي هم الفلو تشارت. بس لنفرض إيش بدي أعمل أشياء أنا هاي لطلابنا إحنا طلاب الـ IT مثلا بدك تعمل entity relationship أوكي فاللي هي ER diagram. فحتيجي هون حتلاقي عندك إيش بعض التولز الخاصة بالـ entity relationship تمام كيف أنت بتقدر تعمل relationship بين two entities and so on. Again الفكرة اللي بدي أحكيها إنه أنت فيك تختار شو ما بدك من stencils وكل stencil فيها مجموعة shapes مجموعة أشكال أنت بتقدر تضيفها وتربطها مع بعض بطريقة مركبة. إحنا اللي بدنا نتعامل معه هو الفلو chart. حدا سامع كلمة flow chart قبل هيك؟ شو معنى flow chart؟ يلا الأرضية إيه؟ ما بعرف ممكن الأرضية لا ما بعرف بس لو الأرض مش فاهمة من الأرض يعني اسمين القاعدة يعني هيك لا فلو لا فلو هاي مش فلور فلو F L O W chart. طلاب الـ IT في مش حدا من الـ IT معنا اليوم عن وليد الدكتورة زي إنه زي كيف خريطة إنه كيف تشغل وإذا اشتغل إيش أسوي وإذا ما اشتغل أرجع من البداية. أيوة أيوة هي خريطة هي خريطة تدفق المعلومات هاي أو مخطط. نعم يا مايا بقول يمكن مخطط هي مخطط مخطط أو خريطة لتدفق المعلومات. شو يعني تدفق المعلومات؟ لا هو عادة إحنا الفلو تشارت نستخدمها mainly لما إحنا عنا بالكمبيوتر مثلا نستخدمها علشان أوصف خوارزمية معينة. يعني مثلا بدي أعمل برنامج أوكي فبقدر أنا أوصفه باستخدام الفلو تشارت تمام. لكن هذا مش معناه أنه أنا بدي أعطيكم إياه لأنكم أنتم طلاب again مش طلاب IT. يعني مش هاجي أقولكم والله إنه أنا بدي أرسم فلو تشارت عشان برنامج. لكن الفلو تشارت تستخدم بالعادة بشكل عام مش بس للبرمجيات تستخدم لوصف أي بروسيس أنت بدك تقوم فيها. يعني سواء أنت بتشتغل بشركة ولتسي مثلا أنت بالشركة ماشيين طبعا هلا فيش هالأيام الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة ما في مؤسسة ماشية هيك على البركة تمام. أغلب البروسيجرز اللي فيها أغلب الإجراءات فيها أوكي تمشي بطريقة معينة. على مستوى حتى الجامعات إذا أنت والله بدك تناقش رسالة ماجستير بدك تمشي بإجراءات والإجراءات هاي بتبين بالضبط إنه بدك تقدم طلب مثلاً لمشرفك مشرفك بيروح يوافق على الطلب بعدين الطلب بده يروح مثلاً على رئيس القسم رئيس القسم أبصر شو بده يعمل بعدين على العميد and so on. فهذا التدفق في سير الإجراء أنت بتقدر توصفه باستخدام فلوتشارت كثير بيكون أسهل من لو أنت حطيت الإجراء زي هيك. يعني نفرض بدي أوصف بروسيجر بشركة أوكي بروسيجر إجراء هذا الإجراء اللي هو let's say تعيين موظفين بدي أعين موظف جديد أوكي شو بدي أجي أحكي نقول أول إشي بدي أنزل إعلان عن الوظيفة. اثنين طبعاً نزلت إعلان عن الوظيفة تم استقبال شو حيجي من هذا الإعلان حيطلع عندي زي داتا اللي هي السيفيز اللي قدموا لي إياها مين الناس بالوظيفة مظبوط طلع منها داتا. على هاي الداتا بدي أستخدمها أوكي أستخدمها بالبروسيس الثاني هاي بروسيس هاي عملية أوكي طلع جاني CVs كمدخل للعملية اللي وراها هاي العملية اللي وراها أوكي فهاي العملية اللي وراها مثلا بده يتم هنا process اللي هي تصنيف مثلا CVs أوكي أو وبيجي وراها بعدين بعد التصنيف اختيار مثلا للمقابلة اختيار ناس للمقابلة أوكي. هلا أربعة الاتصال شوف كيف قاعدين نكتب إحنا الاتصال مثلاً للمقابلة نحكي معهم واحد واحد طبعاً في كل بروسيس بيكون مبين من الشخص يعني هون مبين مثلاً إنه السكرتيرة مثلاً هي اللي بدها تتصل
في الناس عشان المقابلة. الاختيار مثلاً عندي لجنة الـ HR هم اللي بهم يقرروا مع مين بهم يعملوا مقابلة. التصنيف مين الأشخاص، يعني بتحدد في كل إجراء مين الشخص المسؤول عن هذا الإجراء. طيب خمسة، بعد ما اتصلنا في المقابلة بتتبلش الانترفيوز، أوكي؟ طبعاً تحديد مواعيد إلى آخره، هاي عبارة عن مش بروسس واحدة، يعني هاي فيها تحديد مواعيد لكل واحد، تمام؟ والمقابلة فقط المواعيد، ماشي؟ عملنا الانترفيوز بالآخر بدأ تطلع عندي رقم ستة هون، بتطلع هون سوري، بيطلع عندي كداتا نتائج المقابلات، وهون ستة حيكون عندي اللي هو مثلاً تحديد إيش الموظفين الجداد، يعني مين بدكم توظفوا، أوكي؟ وهنا الكونتراكتس توقيع العقود and so on. ماشي الحال؟ فهذا الحكي أنا لو كتبته كلام ممكن الواحد يتعب وهو بقرأ، ماشي الحال؟ فأنا بقدر إيش أعمل؟ بقدر إني أصممه على شكل بالعادة تستخدم رموز ثابتة، يعني في رموز مثلاً بتحدد إنه هاي process، هاي عملية، في رموز بتحدد إنه هاي data، هاي data أنا بدي أستخدمها مثلاً في البروسيس الفلانية، في رموز معينة بتبين لي إنه هنا في عندي decision، في عندي قرار أنا بدي أخده، تمام؟ فطبعاً هاي الرموز كلياتها بتتمشي بمسيرة معينة step by step، فلازم يكون في عندي connectors اللي هي زي أسهم ببين لي مين، يعني كل واحد في هاي البروسيسز وشو اللي بتشتغل قبل الثانية and so on. فإحنا حنتعامل فعلياً مع هدول، هاي start, process, decision, sub process، والداتا هاي أنا يعني هي مش موجودة، هاي مثلاً مش موجودة ضمن الدوكيمنت، فطالما مش موجودة مش هتكون مطلوبة، بس أنا حضيفها عشان تعطي نوع البهارات يعني للفلوتشارت اللي تطلع معي، يعني الداتا أكيد إلها معنى أفضل. فإحنا المطلوب منا هدول الأربعة، يعني أنا بالامتحان ممكن أجيب لكم أي شكل من هاي الأشكال وأجي أقول لك ماذا يمثل هذا الشكل في الفلوتشارت، بدك تكون عارفهم. هدول موجودين على فكرة، again الشكل نفسه هذا موجود في الدوكيمنت، لك تكون عارف إن المستطيل معناها process، معناها عملية، المعين هذا يعني decision، الشكل البيضوي هذا معناها starting والend، يعني بداية ونهاية الفلوتشارت دائما نستخدم الشكل البيضوي. وعندي هاي is a sub process، يعني عندي أنا process كبيرة بدخل جواتها، ممكن أفصلهم، أفصلها زي ما حنشوف كمان شوي لما بدي أفصل هاي مثلاً تحديد مواعيد والمقابلات، أوكي؟ فهاي مثلاً ممكن أحطها في sub processes. فخلينا نشوف، أنا مش هعمل هذا الحكي كله عشان الوقت، بس خلينا نشوف إحنا مبدئياً كيف ممكن نستخدم أو نبلش نبني في الفلوتشارت. فأول شغلة، أوكي، باجي بسحبها، بقدر أعمل drag and drop بهذا الشكل. فأنا إيش بكل مرة قاعدة بضيف، بقدر هاي drag and drop، خلنا هاي للبداية ونحط هون إعلان عن وظيفة بتكون هاي process، تمام؟ هاي أضفتهم بهذا الشكل، أضفت أول خطوتين. هلأ هنا أنا أي شكل أنا بضيفه، أنا بس بأكبر معلش عشان يكون أوضح لكم، يعني هون بتقدر تعمل زومينج يعني عشان يكبر عندك الشكل. هلأ أي شكل أنا بدي أضيفه فعليا بس أعمل عليه double click، أنا بقدر أكتب عليه. فهنا بدي أحكي مثلا start، وبكتب اسم البروسيجر اللي بدي اياه، مثلا ايش الاجراء حكينا اللي هو assign، شو مسميه التوظيف بالانجليزي، يمكن employment او recruitment، employment او recruitment، employment بتيجي توظيف، بس recruitment اللي هي يعني انه بتستخدم بتخيل بشكل افضل، recruitment يعني بصير هاي او هاي، بس الفكره انه انا بدي اعطيه اسم يعني مش مشكله، اوكي؟ فهون حكيت اني انا بلشت هذا الاجراء. طبعا شايفين هاي المنطقه اكيد شايفينها انتم بالوورد وبالباوربوينت، فانت فيك تغير بالخط وبالشكل الخط وحجمه وبلونه زي ما بدك، تمام؟ انا اخترت هذا مثلا بدي اعمله بولد، فعملته بولد، بدي اعطيه لون معين بعطيه زي ما بدي، فانت فيك تغير فيه زي ما بدك. احنا ما حندخل طبعا بهاي التفاصيل لانها اوريدي مفروض انتم عارفينها، لانه زي ما قلنا الفيزيو هي مايكروسوفت، تمام؟ فهاي الأشياء البسيطة اللي أنتوا كنتوا تتعامل معها بالوورد وبالإكسل أكيد تقدر تطبقها كمان هون. طيب إجت حكيت هاي ستارت الريكروتمنت، هاي البداية، فأول خطوة عندي إعلان عن وظيفة،
بدي أجي أحكي هنا أنا اللي هو أنا شو مسميها الشاغر vacancy vacancy ad إنه إعلان عن شاغر تمام؟ هاي أول process هاي process مو الإعلان عن الشاغر هي مش شيء بسيط يعني هتحتوي على إيش بدك تكتب حدا يكتب الإعلان بدك تتعاقد مع أو تبعت الإعلان على مثلا على جريدة معينة أو على الفيسبوك بالسوشيال ميديا أو على اللينكد إن يعني في أكثر من طريقة عشان تنشر أنت كشركة تنشر الإعلان عن الشاغر فأنا حطيتها as a process حبيت أفصلها أفصلها إحنا حنفصل واحدة بس بلاش كلهم تمام رحت حطيت هاي يعني process هلا في هلا بدي أدمج بين هاي وهاي أنا بدي أقوله هاي البداية وهاي النهاية فبدي أحط connector بينهم هلا الconnector في أكثر من طريقة عشان أنا أضيف أنه أربط بين هذا وبين هذا لاحظ أنا بس وقفت على أول شكل طلعت شفتوا الأسهم الأربعة اللي طالعين على حوالين الستارت هاي الأسهم لو أنا كبست على أي واحد فيهم على طول حي يعني لو جيت على هذا مثلا بس كبست عليه على طول ربط لي بين الستارت وبين الفاكنسي أد ليه؟ لأنه أوريدي موجود وراه فهو توقع على طول إن أنا بدي أربط بينهم بسهم تمام؟ طيب نفرض هون بأضيف كمان واحد خلينا نحط التصنيف CV طبعا هون اجتني هلا هون نتيجه لا الفيكنسي اد اجتني داتا تمام فبدي احكي هاي الداتا اجتني از ان اوتبوت اوكي اجتني من الفيكنسي اجتني مجموعه CV-ات لاحظ انا ما كبستش بس انا مجرد ما وقفت على هذا على طول راح ايش وقفت ما عملت كليك على طول راح مد لي سهم للديتا جيت هون شوف شو عمل هون بما انه هذا الشكل بعيد عني جاي على اليمين فلما كبست على السهم اللي تحت راح يعمل لي واحد جديد تحت فانت مع الوقت تتعود يعني انه كيف انت تضيف نيو شيبس يعني مش شرط انك تسحبه دراج اند دروب ممكن من هون تيجي تقول له والله بدي انا نيو شيب تقدر تختار واحد من هدول بدي اياه هيك بدي اياه معين هيك بروسيس تمام او هو بيختار لك مثلا اخر واحد انت اضفته اخر واحد اضفته كان الداتا فراح أحط لي إياه. فهي كلها طرق أنتوا يعني صعب إني أسألك عنها في امتحان بيانست. فهي أنا بعلمكم إياها عشان أنت تعرف كيف تضيف أو كيف تربطهم ببعض. الطريقة اللي ممكن أسألك عنها هي هاي. أقولك إنه مثلاً أنا كيف بقدر أعمل كونكشن. في عندك هذا الكونكتر بس تختاره من هون. في تقدر تشايفين كيف كان صار شكل الماوس. باجي بوقف على أي جهة من جهات. شايفين كيف كل ما أوقف على نقطة من هذول النقاط. مش الزوايا الزوايا ما بتزبط نقاط اللي هون يعطيني مربع احمر معناه انه انا بدي ابلش الكونكتر من هنا وبدي اربطه مع مكان هون انت هلا هون لاحظ انت بتختار الكونكتر مع مين حيروح يعني هلا هو لو انا عملته بشكل اوتوماتيك حيربط لي اياهم مباشره بس انا لا انا بدي اياه يربط هون انا حره بدي اياه يجي من فوق فبحطه بهذا الشكل هاي كنترول زد عشان اشيله again لو انا مش مختاره الكونكتر وقفت عليه هنا تمام هو لحاله افترض اني انا بدي اربطه بهاي الجهه لو مختار الكونكتر لا انا بختار المكان اللي بدي اياه طيب وما في شيء بمنع اني انا هنا هلا وقفت عليه اغير مكانه عادي بدي اغير مكانه اتس دايناميك فليكسبل يعني الحلو فيه انه انت بتظبط او بتعمل فيه اشكال زي ما بدك اوكي انا بدي اورجيكم هلا شغل انا بشتغل عليه مش فلو تشارت بحث بعمله الصور تبعت البحث كلها عملتها على الفيزيو فكتير حلو شباب كتير وفي أشكال كتير لو دورت هتلاقي كتير أشكال أنت فيك تستخدمها أوكي يعني بس علشان أوريكم السريع إيش آخر رسمة أنا رسمتها في حتى أصعب خلاص هنشوف هاي يعني زي هيك مثلا طلع مثلا اوكي يعني هي يمكن انت تشوفها هيك لوهله تقول لما بتاخذ وقت او كذا بس هي فعليا لو بدك تعملها بالبينت حتغلبك كتير الحلو فيها هاي انه انت فيك مباشره تاخذ ايش تاخذ الشيبس من محل ما بدك وتضيفها وتضبط الكونكترز والرسمات هاي بالطريقه اللي انت بتشوفها مناسبه فانا احنا بنعطيكم زي ما قلنا بنعطيكم احنا الفلو شارت لانه هو يعني إشي متعارف في كل مكان في كل مكان انت ممكن تحتاج الفلوتشارت بس شو مكان تخصصك انت فيك ترسم رسمات بدك اياها بالفيزيو
أنا بنصحكم فيه هذا البرنامج، كثير كثير أنا بحبه. والحلو فيه كمان إنه أنت هاي الصورة تطلع معنا بالآخر، أنت فيك تعملها save as an image، أوكي؟ بتطلع لك صورة عادي تستخدمها كصورة، وبتختار الإكستنشن اللي بدك إياه للإيمج هاي، فكتير بطلع مفيد إليك بالنهاية. طيب إذن هون بدي أحكي إنه طلع عندي داتا، هي شكل الداتا عندي، طلع عندي CVs ماشي؟ أوكي؟ هلأ هاي الداتا again درجع هون أحلى تمام؟ هلأ هاي الداتا بدها ترجع تفوت بالبروسس الثانية اللي هي تصنيف، بدي أعمل classification. Classification is another process. هلأ إذا ما حطيتها هيك تمام؟ زي ما قلنا بقدر من هون أجي أقول له يلا عملي process، حبيت أغير مكانها بغير مكانها again it's flexible. أوكي؟ أجي أقول له هنا حيكون في عندي CV classification بتصنيف CV-يات، ممكن يكون عندي أنا أكثر من شاغر، مش شاغر واحد، فباجي بحكي هاي CV-يات مثلاً مناسبة للبروغرامرز، هاي CV-يات مناسبة مثلاً للكستمر سبورت and so on. فبقسم CV-يات بحيث إنه كل CV كل مجموعة لوظيفة معينة، تمام؟ عملت لي classification. هلأ ممكن أنا لو بدي أدقق كثير وبدي أعمل flow chart هائلة، كل process ممكن تطلع لي داتا. يعني هون ممكن يعطيني مثلاً الداتا ممكن تطلع معي classified CVs، يعني CVs بعد ما عملنا هات classification. بس أنا مش هدخل بهاي التفاصيل، نخلص بسرعة ونشوف شغلات ثانية بتهمنا. أنا ما حكتب كل هذا الحكي تمام، بس نفرض هنا أنا عملت CV classification. هلأ مش كلياتهم بدي أختارهم صح، فأنا بدي أوصل لمرحلة أعمل فيها decision. فبدي أجي هون بعد ما عملت لي classification أوكي select candidates for environment for interviews، اختار مرشحين للمقابلات. طبعا هذه it's a decision، بما انه شغله فيها قرار عاده اي قرار انت بدك تحطه بالفلو تشارت بنحط كايش كمعين بشكل معين. طبعا هنا من هذا القرار بده يطلع عندك داتا اللي هم مين. هو لو عملتها من هون you can do it، هاي شايف أعطاك إياها لحاله تمام. بتيجي تقول له هون مثلا list of candidates، يعني هدول قائمة من الكانديدتس اللي انت بدك تحكي معهم. فهلا لاحظ هذه هاي الداتا حتفوت ببروسس تانية اللي هي call candidates and so on. Call candidates بتحدد معهم الانترفيوز إلى آخره، وبتحطهم هدول كلهم بتضلك تضيف بالطريقة المناسبة. لنفرض هنا مثلا بعد الاتصال الانترفيو حطيت انت sorry حطيت another process. طبعا لاحظ انا كيف قاعدة ماشية، اوكي انا بطلع وبنزل، بس بالنهاية اللي بيحدد الفلو تدفق المعلومات هي الأسهم. اي حدا بده يشوف الفلو تشارت عن طريق الأسهم حيفهم كيف الفلو تشارت ماشية تمام. لنفرض اجيت هون قلت له يلا حط لي هاي process اللي هي الانترفيوز. هلا هاي الانترفيوز actually فيها sub processes، فبطلع منها sub process بالبدايه بقول هاي اللي هي schedule interviews اللي هي تحديد المواعيد اوكي. وبعديها بتيجي another sub process اللي هي شو apply او شو يعني بالانجليزي بتقول له اعمل هذا apply interviews او interview candidates تمام and so on. هلا بعد ما تطلع هاي ممكن نقول عندي هون مثلا list of new employees تمام. بعديها طبعا بدنا نقولهم يلا اعمل الكونتراكت، مش حتكون هيك، حتكون process sign contract يعني تكمل للآخر يعني تقريبا. وبالآخر بدي أنهيها بإيش بهاي end إنه انتهت عملية الريكروتمنت تمام. هاي لحظة عندي طلعت عندي تفضلي اسألي. الشكل المعين ما فهمت متى بستخدمه؟ لما يكون عندك decision، لما يكون عندك قرار بدك تاخذي قرار،
يعني هنا أنا هنا لما طلعت السي في كلاسيفيكيشن، هل أنا بدي أقابل كل الناس اللي بعتوا لي السي فيز؟ أكيد لا. فأنا هعمل هون زي فلترة، هعمل إيش ممكن هذا القرار معناه، يعني هذا المعين اللي حيقرأ وحيفهم إنه هون حيصير فيه اجتماع، وهذا الاجتماع على أساسه حيتم أخذ قرار بقائمة المرشحين اللي نحكي معهم نقول لهم تعالوا اعملوا لنا انترفيو، تمام؟ فعادة لما بدك تحكي عن ديسيجن، عن أخذ قرار أو مناقشة قرار معين، عادة يرمز له عفواً برمز المعين. ليش مش ديسيجن؟ ممكن لا، هي الانترفيوز هي هنا ليش هي بروسس؟ ممكن ممكن هون نحط، يعني هلا ممكن يكون هاي بروسس كاملة، تمام؟ تحتوي على جدولة المقابلات، تحتوي على المقابلة، ممكن هون يس ممكن هون أحط decision، يعني مثلاً هنا أقول له خلاص إنه decide new employees. بس هون أنا كنت حطاها as a process كبيرة تحتوي على sub processes. بعد ما خلاص هون قررت النيو امبلويز، بعد نتيجة ما خلصنا هاي البروسيس كاملة، بيطلع لي قائمة بالموظفين الجداد. يس يعني الفكرة، يعني أنا ما حاجي بالامتحان أجيب لكم إشي كتير دقيق وأجي أقول لك والله هذا بدنا يا decision ولا بدنا يا process ولا لا، لا ما بنوصلش لهاي المرحلة، لأنه الفكرة إحنا بدناكم بس تتعاملوا مع الفيزيون، أوكي؟ لكن إنه حسب أنت، يعني حسب طبيعة شغلك، حسب طبيعة تخصصك، أنت بتقرر، يعني أنت بدك تستخدم الفلو تشارت ولا بدك تستخدم بيسك شيبس ولا بدك تستخدم أي نوع تاني من الستنسز اللي ورجيتكم إياها قبل، تمام؟ أوكي شباب؟ آه دكتورة، شكرا. هلا حبيبتي. طبعاً في نقطة كان المفروض أحكي لكم إياها وأنا شغالة في الموضوع. هلأ هون لاحظ، أنا ممكن أكون هون استخدمت هدول الشيبس مثلاً، أوكي؟ احتجت وأنا بشتغل رحت جبت من more shapes، جبت من هنا basic shapes، تمام؟ ورحت حطيت circle لأي سبب، أوكي؟ لأي سبب حطينا circle، حطينا triangle، whatever، يعني حطيت shapes ثانية، يعني هنا أنا جمعت shapes من أكثر من stencil. طب أنا هدول الشيبس بدي أرجع أستخدمهم، أنا بكل مرة بدي أقعد والله أتنقل ما بين الفلو تشارت وما بين البيسك شيبس. هلا في شغله من المور شيبس بقدر اروح على، شوفوا هون شو دوكيومنت ستنسل، يعني كل الشيبس اللي انت استخدمتها في الدوكيومنت تبعك تيجي بتلاقيها هون. فهون جمع لك كل الشيبس اللي هون، سواء الستارت، الداتا، البروسيس، الكونكتر، هاي الاسهم، السيركل والتريانجل، انا جايباهم من مكان ثاني، حط لي اياهم كلهم. هو هنا إذا بتلاحظ هو اللي أنشأ لي هذه الستنسل وأنا قاعدة بشتغل على الدوكيمنت. هلا شو الهدف منها؟ الهدف إني ما أظني أدور، يعني أنا هدول زي ما قلنا أنا هنا تعاملت مع two stencils عشان أجيب هدول الشيبس، ممكن أتعامل مع ثلاثة مع أربعة، ليش أظني أتنقل بينهم؟ خلاص أنا بدي كل مرة أرجع أحط مثلا تريانجل جديد، خلاص هي بلاقيه مباشرة على الدوكيمنت ستنسل. أي شيب أنا استخدمته بالدوكيمنت بقدر أطلعه من هون. هذا طبعاً يختلف، document stencil يختلف في كل مرة أنت بتعمل فيها new document. يعني هلأ شوفوا هون مثلاً هذه document تبعتي أنا، أوكي؟ لو بدي أروح على more shape وأقول له show document stencils، شوف شو جاب لي، بس هدول اللي أنا استخدمتهم، نفسهم هدول اللي أنا استخدمتهم في هذا الشيب حط لي إياه هون. حبيت أضيف إضافي خلاص بستخدم نفس اللي موجودين عندي هون. إذا بدي حبيت أضيف شيب تاني، yes I have to إيش أروح على الستنسل المناسب وأدور على على أي شيب تاني بدي إياه، ماشي؟ هاي document stencil، هاي بتسهل عليك عملية البحث. أي شيبس أنت already استخدمتها تطلع عندها كلها، بجمعوا لك إياها هون في إشي اسمه document stencil، تمام؟ تمام شباب؟ طيب هلأ لنفرض تمام. هلا اجيت هون انا لونته هذا عملت له لون زي هيك، اوكي او بلاش خليني اوريكم اياه عندي هون، تمام؟ هذا انا اوريدي هون لاحظوا انا عملت كررت نفس الشيب اكثر من مره، تمام؟ فنفرض هذا الشيب نفسه انا بدي نفسه اظني اجيبه بنفس الالوان، بنفس الخط، بنفس الكلام المكتوب عليه،
بهاي الحالة شو ممكن أعمل؟ بقدر أعمل استنسل خاص فيه بحيث أقدر أنا أستخدمه فيما بعد. تمام؟ خلينا نرجع على دوكيمنت تبعكم أحسن. جيت على هاي كتبت فيها مثلاً let's say this is a circle whatever، يعني بس هي نفسها بدي أستخدمها، وخليت هذا قلنا bold، خليت لونه أحمر. تمام؟ هذا الشكل. هلأ هذا الشكل بدي كل مرة بديش أستخدمه بس بهذا الدوكيمنت، بدي أستخدمه براني كمان. لو عملت دوكيمنت تاني بدي أرجع لنفس هذا الشيء. حتى هذا التريانجل خلينا نعطيه لون، نكتب فيه مثلا رايت وأعطي لون معين شوفي ألوان حلوة زي هيك مثلا. تمام؟ هلا الفكرة هون إنه أنا عملت هاي الشيبس أنا صممتها، أوكي استخدمت شيبس موجودة أوريدي، بس أنا بالألوان هاي كلها طبعاً بتلاحظوا الشيبس كلها بتجيني أبيض وأسود، يعني أنا لونت. فبدي هدول أضيفهم بحيث لو أنا عملت دوكيمنت تاني، بدي أعمل رسمة تانية، فايل جديد، بدي أستخدمهم هدول، ما بدي في كل مرة أرجع أصممهم من أول وجديد. تمام؟ فبهاي الحالة I can create my own stencil، مش stencil خاص بالدوكيمنت بس، لا. شوف شو بدي أعمل. يعني لاحظوا هون لما حكيت أنا circle وtriangle هو جاب لي إياهم العاديات، circle وtriangle العادي. لو أنا بأي لحظة بدي أدخل circle دخل لي الأصلي، ما حط لي circle هذا. أنا لا، أنا بدي هذا circle الأخضر اللي مكتوب فيه بالأحمر. تمام؟ فبهاي الحالة شو ممكن أعمل؟ باجي بقول له من more shapes شوفوا تحت new stencil، new stencil. هلا في عندك هون إشي اسمه metric، إشي اسمه US units، هذا بفرق بالوحدات. يعني انا مش احنا عادة بتعامل مع المتريك بس عشان تعرفوا شو هو، يعني مش ما حتنسألوا عنه. بس الفكره انه المتريك بتعامل مثلا مع السنتيمتر، هذا بتعامل مع الفوت القدم والبوصه، هذا بتعامل مع السنتيمتر والمتر. تمام؟ فاحنا انا بدي اتعامل مع المتريك العادي. لاحظ بس اخترت نيو ستنسل راح اعمل لي واحد اسمه ستنسل 3 هو سمى لي، بس لساته فاضي. اوكي، هذا ستنسل أنا بدي أعبيه، يعني أنا بدي أعمل زي كيف لما أنت تروح على مشوار عندك صندوق مثلاً، صندوق خاص فيك في أغراضك الخاصة، بتروح وين ما بتروح تأخذ هاي الأغراض معك. نفس الفكرة هون، هذا الستنسل أنا بدي أخزنه عندي كملف عندي في برنامجي وبقدر أستخدمه في دوكيومنتس إضافية. فهذا الستنسل شوف شو بدي أعمل، بدي أعمل دراج ودروب لهذا، شوفوا كيف دخل صار اسمه ماستر 2 مثلاً. بس شايفين كيف شكلها؟ دائرة خضراء وجواها مرسوم بالأحمر، هاي برضو مثلث أزرق. تمام؟ هلأ هذا بقدر أغير اسمه، بقدر أسميه مثلاً هاي رينيم ماستر، رينيم كلمة ماستر هو مقصود فيها الشكل، رينيم ماستر بدي أسميه مثلاً green circle، هذا بدي أسميه مثلاً هاي رينيم، بدي أقول عنه blue triangle. اوكي تمام، والستنسل كلياتها كيف اقدر اعمل انا رينيم للستنسل من هون. طبعا هلا هون جنبيها في كبسه سيف ان هيك خزنتها، بس لسه خليها كانسل. بدي اعملها رينيم اول شيء، بتعطيها اسم. وين الرينيم تبعتها؟ اوكي لازم اخزنها اول. طيب خلينا اخزنها، بدي اعملها سيف من هون. طبعا لاحظ بدها تتخزن as ملف as a file. اوكي الفايل ايش اختصاره؟ VSS يعني visual sorry visio stencil، VS من visio والS الأخيرة stencil. تمام؟ بدي أسميها my stencil مثلا بهذا الشكل، وحتتخزن عندي على documents my shape. هاي حطيتها صار اسمها my stem. اوكي عملت حبيت أعمل rename، كان مفهومها في رينيم بس شكلهم مش ضابطه. anyway بدي اعملها edit، بدي اضيف شيء ثاني مثلا، بدي اضيف هاي طبعا هون مش حيقبل لي read only. اوكي مش مشكله هيك edit، عشان لما تكون في الحمراء موجوده هي النجم الحمراء معناها بتقدر تعدل، فخليني اضيف هاي. يس هي ضاف لي اياها، ما بدي اياها خلاص بشيلها، بعملها delete او برجعها محل ما كانت. تمام؟ طيب طبعا هون لا ما رجع بدي سوري هون ما رجعهاش محل ما كانت، هون استخدمتها، بس إذا حبيت أشيلها بعملها ديليت عادي من هون. أوكي ديليت من الكيبورد. هلأ هاي ماي ستن مخزنة عندي أوريدي.
تمام. لاحظ هلا شو بدي اعمل، بدي افتح نيو فلو شارت، نيو فايل فاضي، اوكي. بدي من المور شيبس اجي اقول له جيب لي الستنسل هاي، ماي ستنسل انا حطيتها، من وين بدي اجيبها؟ بعمل اوبن ستنسل، هي جاب لي اياها، اختار هاي، اوكي هي جاب لي اياها هون. بقدر استخدم الداتا او الشيبس اللي فيها زي ما بدي. واضح شباب؟ واضحة فكرة الماي ستنسلز؟ تمام؟ ولا لا؟ معك معي انتو؟ اه دكتورة ما فيك. طيب هلا اشوف الشغلة. اه تفضلي، عندك سؤال؟ لا لا تمام، يعني بس هي شوي بدها تركيز يعني، بس سهل يعني. هو بده شوية تركيز، بس ان شاء الله حتلاقوه يعني لما تتعودوا عليه حتحسوه كتير سهل. يعني عادي، وتعامل مع ابلكيشن كتير يعني، هذا لانه مايكروسوفت مش صعب التعامل معه، تمام، بالعكس كتير يوزر فريندلي. شغله اخيره انهي فيها المحاضره، خلص مش عارف غير دقيقتين. الشغله اللي قلت لكم انا كتير بحبها، انه انا برسم شو ما بدي وبصمم شو ما بدي، بعدين باجي بقول له سيف از. لاحظ اذا بدي اخزنه از از حيتخزن فيزيو دايجرام، يعني هذا الدايجرام اللي انت عملته خلص بتخزن. هيدا اخذنه هون drawing one مثلا، اوكي. بس لا، انا ما بدي اخذنه as a diagram، بدي اخذنه اوكي as a diagram عشان اعدل عليه في المستقبل. بس انا كمان بقدر اخذنه، شوفوا كل هاي الانواع من التايب، من الداتا تايبس او سوري من الفايلز اللي بقدر اخزن فيه هذا الشكل. اهم شيء بهمني انا اللي هي الاشياء الخاصه بالايمجز، يعني زي هون طبعا اول شيء تقدر تحطه as a pdf، يعني هذا الرسمه تقدر تحولها pdf، تقدر تعملها jpg، هدول مهموني أنا، JPG, GIF, PNG، هدول كلهم إيش؟ صور، extensions لصور. فأنا عملت هاي مثلاً JPG، تمام؟ حطيتها على الدوكيمنتس، هاي سيف. طبعاً بيجي بقول لك إذا بدك أنت بأنك تعملها كصورة، هل بدك يكون لها background color مثلاً؟ هاي التفاصيل مش مطلوبة منكم، أنت حاول هيك إذا حابب تدخل في الموضوع أكتر، تقدر تعملها مثلا باك جراوند. خلينا نعملها باك جراوند على سبيل المثال ازرق، اوكي. الكواليتي بتعد بتضبط الصوره، ريزوليوشن تبع الصوره بتخليها كواليتي 100% ولا اقل، طبعا بيفرق معك حسب وين بدك تخزنها، حسب حجمها. الاشياء اضافيه انتم شوفوها، يعني انت بدك تحدد الكلر فورمات، ايش الكلر بدك تستخدمه، تمام. في اكثر هذا يعني اذا بدك اياها تنطبع على الاقل طابعه، استخدم هاي CMYK. بدك اياها جراي سكيل تطلع ابيض واسود، تمام، او الار جي بي اللي هي الالوان العاديه، هذه انا ما بعرفها، الواي سي سي ما جربتها قبل هيك، تمام. اوكي بعمل له اوكي. طيب خليني اروح اشوف على الدوكيمنت كيف طلعت معي. هاي الدوكيمنتس المفروض اسمها drawing 1، هي هذا جي بي جي طلعوا، بس اعمل دبل كليك شوف كيف طلعت ايمج. بس يعني هون الاختلاف لاحظته، طبعا ما بين عندي هاي الخطوط، هاي الخطوط بس عشان انت تعرف كيف تظبطها كقياسات وهيك. بس شوفوا الباك جراوند اعطاني اللون الازرق اللي انا اخترته، وطلع لي اياها كصوره كايمج، بقدر استخدمها زي ما بدي. وهذا اللي انا بعمله، يعني هدول الاشياء اللي انا كنت اعملها كلها كنت احولها كايمجز واحطها في الريسيرش تبعي. فتخيل انه ان شاء الله حتلاقوه كثير حلو يعني هذا البرنامج لما تتعلموا عليه مظبوط. وبنصحكم نزلوه عندكم على الأجهزة، يعني مش بس الامتحان، هتستفيدوا منه كتير إن شاء الله، تمام؟ إن شاء الله تعالى. طيب إحنا هيك خلصنا اليوم، بس قبل ما أطلع بدي أذكر الطلاب، أنا خد حضور وغياب، بس أذكر الطلاب اللي عندهم بإذن الله تقديم يوم الخميس هاد، ماهر ويونس فرح وعبد الكريم. ماهر طارق، يونس عمر، فرح حسن، وعبد الكريم خالد، تمام؟ فننتظركم إن شاء الله يوم الخميس. الله يعافيكم شباب. في طالب واحد من 40 طالب ما راجعني لا بموضوع ولا أعطاني موعد، يعني إذا بتلاحظوا هنا دول المفروض 40. مين؟ أنا اللي هو إبراهيم محمد ياسين. إبراهيم أنت مش موجود هون أبداً صح؟ طيب إبراهيم تبعت لي على الخاص ومتفق على موعد، متفق ان شاء الله. اعطيني شو العنوان بدك اياه، وبلكي خليتك باخر محاضره الاحد الجاي، مش الاحد هذا اللي وراه، تمام، باخر 10 دقائق بتقدم الموضوع. يعطيك الف عافيه.
الله يعافيك. تمام شباب، يبقى يعطيكم العافية جميعا، نراكم إن شاء الله يوم الخميس. السلام عليكم.